بعدما وصل الفنان المغربي سعد المجرد إلى المغرب قادما من فرنسا يوم أول أمس الأربعاء، أطلق مباشرة أغنيته الجديدة غزالي غزالي على الإذاعات الوطنية والعربية، فيما اختار طرح فيديو كليب الأغنية مساء اليوم الجمعة 9 مارس على الساعة 8 ليلا. فيديو كليب أغنية غزالي غزالي الذي تم تصويره بباريس استغرق شهورا من التحضير، إلى جانب أعمال أخرى، حيث اختار مجرد إيقاعا شبابيا سريعا لأغنيته الجديدة على غرار أعماله السابقة والظهور في الفيديو كليب بلوك شبابي مختلف. سعد المجرد الذي منع من دخوله المغرب لأزيد من سنة ونصف بعد اتهامه من طرف فتاة فرنسية تدعى لورا بمحاولة الاغتصاب والضرب، وكانت محكمة الاستئناف الفرنسية قد قضت بالإفراج المؤقت عن المجرد، ومنذ ذلك الوقت وهو ملزم بحمل سوار إلكتروني لتعقب تحركاته، ولم يكن حرا في تنقله من مكان إلى آخر، كما لم يكن بإمكانه مغادرة الأراضي الفرنسية، إذ يتعين عليه البقاء رهن إشارة القضاء إلى حين ثبوت براءته. هذه القضية التي أثارت ضجة واسعة من طرف جمهوره ومتتبعيه من الكبار والصغار سواء في المغرب أو في البلدان العربية، الأمر الذي جعل الملك محمد السادس يكلف محامي القصر الملكي بمتابعة قضيته. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.